شكرا لك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. في داخل السجون السجونية التحية لكم على هذه الوقفة المشرفة. بارك الله فيكم، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب انطاف حرارين، بدنا الأسرى محرارين من الشهداء وجرثة. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وأهالي الأسرى في قطاع غزة، بأننا قدمنا الآلاف من المذكرات والمناشدات للمنظمات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. اليوم وصل أسرانا إلى يومهم 32 في إضراب الحرية والكرامة، وليس بأيديهم سوى أمعاءهم الخاوية التي يمتلكونها كسلاح وحيد بعد الإيمان بالله عز وجل وبعدالة قضيتهم في مواجهة هذه السياسات والجرائم العنصرية على مرأى ومسمع من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. إننا نطالب هذه اللجنة بالعمل الجاد والمسؤول في توفير الحماية الإنسانية للأسرى وإدانة جرائم الاحتلال. الأستاذ نشأت الوحيدي على هذه الكلمة، كلمة لجنة الأسرى للقوى المقاومة، لابد أن يلتف على هذه المعركة وأن يدعمها ويسند سياسة ممنهجة لقهرهم وإذلالهم. هذا الجهد في التفاعل مع هذا الإضراب، هذا الإضراب الناس. اليوم هو نصرة الأسرى، اليوم هو يوم نصرة الأسرى. إذا كنا قد رضينا عن التفاعل في أيامه الأولى وكان الأسرى بحاجة ماسة إليه، فإننا نقولها اليوم وبشكل واضح إن التضاعف الآن بات واجبا وطنيا، وإن التفاعل الآن ومضاعفة حالة الحراك والإسناد الجماهيري باتت حاجة وطنية وشرعية وأخلاقية وإنسانية ملحة. والأسير عم بيموت، والأسير عم بيموت. المؤسسة الفلسطينية الرسمية أيضا غير معفية إطلاقا من مسؤوليتها. نحن نطالب السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني أبو مازن محمود عباس والدائرة القانونية في منظمة التحرير الفلسطينية بضرورة عدم التلكؤ أو التباطؤ والتوجه فوراً للمحاكم الدولية لإدانة هذا السجان على الجرائم المرتكبة بحق الأسرى. قال في داخل السجون الصهيونية، كنا قبل الإضراب نتفاعل